بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من غرتها الملهيات وعصفت بها رياح الشهوات، إلى من عبثت بها كف الغرام وتاهت في دياجير الظلام، نقول لها شتان والله شتان. شتان بين امرأتين، امرأة قدوتها الصحابيات وامرأة قدوتها الفنانات والمغنيات. شتان امرأة عباءتها ستر وحشمة وامرأة عباءتها زينة وفتنة. شتان امرأة تبكي لأحوال المسلمات وامرأة تبكي لأحداث المسلسلات. شتان امرأة توزع المرضيات النافعة في تسوقها وامرأة توزع الغيبة والنميمة في مجالسها. شتان امرأة تحيي الليل بالصلوات وامرأة تحيي الليل بالمعاكسات. هموم حياتها من غير هدف، تفكر دوما في تفريغ طاقتها بأي وسيلة منحرفة، فلا تبالي بنصيحة. أهذا هم المرأة المسلمة؟ ألهذا خلق؟ وهل مستوى تفكيرها لا يتعدى فستان الرأى ولا يتجاوز حذاء اللبسة؟ مسكين لم تبكي يوما من ذنوبها وتفريطها، ولم تحزن على الفرائض وتضييعها. مسكينة والله التي لم تعرف كيف تحفظ جسدها وقد استأمنه الله عليه. مسكين تعيش في تيه وفراغ وغفلة وضياع، فترتكب المحرمات ولا تحزن، تحرم من ولا غاب دين غاب عقل والرشاد في الظلام، أكلح العيش بثوب من سواد، لا يزال أي بون شاسع أي اختلال مفترق، لا اقتراب بينهن لا ائتلاف. شتان بين امرأتين. نعم تميزت بإيمانها وهمتها ودعوتها، تلك الفتاة التي اختارت طريق ربها، إنها تحمل هم الدعوة وهم الأمة. همها منصرف للدعوة، عيونها تتابع المحاضرات متى موعدها، إن لم تستطع الحضور حثت غيرها للحضور. المؤمن حركة لا تهدأ، فمن نصيحة رقيقة تهديها إلى إحدى زميلاتها، إلى قوة في إنكار المنكر وعدم الصبر على رؤيته. قدوات تمر الأيام وتصبح مقعدة تدف بالعربة، فلم تكن تهتم إلا بالدعوة، تحولت غرفتها إلى خلية نحل، حتى تعجب الكثير من همتها ونشاطها، لا يفتر لسانها من ذكر الله تسبيحا واستغفارا وحمدا لله. قدوات لا تفرط في قيام الليل وترد، لذة لا يعلمها إلا من ذاقها وجربها، عباراتها تربية ودعاء، هذا لسانها فكيف لا تهبو لها القلوب. دمعات بكت المدرسة تشتكي فراقها، تذهبين إلى الفصول تجدين الطالبات يبكي وينادي باسمها، تذهبين إلى مصلى النساء تجدين زميلاتها يتأمن في لوحاتها الدعوية وهن يبكين بكاء مرا، يا الله ما الذي يجري؟ دموع الفراق. لقد انطفأت تلك الشمعة التي زرعت في مدرستها الحب والطاعة، ماتت ولم يسمع بها أحد، ماتت ولم تتعرى ولم تتخذ صديقا، ماتت لكنها بقيت حية بذكراها الطيبة بين زميلاتها وطالباتها. فشتان بين امرأتين، لا اقتراب بينهن لا ائتلاف ينطبق، ذي ستحيا العيش بالدين المصان، ذي ستجني النار من بعد الهوى، بعد يا نساء الشهوات، يا نساء القنوات، بعد يا نساء الغفلة، يا أمة الله اسق النار وسطوة الواحد القهار، أختاه إن للموت سكرات وللقبر ظلمات وللنار زفرات، أسألي نفسك ماذا أعددت لها، إلى متى وأنت تؤخرين التوبة، فالموت يأتي بغتة دون موعد أو استئذان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اختار يا من تبحثين عن السعادة وتسعين نحو الجنة، انهضي فتوضئي واتصلي بربك، ابكي على ذنوبك وتقصيرك في حق ربك. يا أمة الله متى تعودين؟ متى تقبلين؟ متى يا خفاء القلب يا